أهلا بكم من جديد. على شاكلة الدول المارقة عادت إيران إلى أسلوب التهديد والوعيد. هذه المرة أشهر نظام الملالي ورقة النفط لكي يزرع الرعب في أسواق العالم. قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قال بصريح العبارة إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية في حال تم حظر بيع النفط الإيراني. تهديد يأتي متناغما مع نفس اللحن الذي عزفه أمس الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جولته الأوروبية، ومتماشيا مع السلوك الإرهابي المعتاد الذي دأب طهران تهدد من خلاله الملاحة الدولية. في تصريحات تصعيدية يهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمنع تصدير نفط المنطقة في حال منعت بلده من تصدير نفطها. ولا تتأخر ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في إعلان استعدادها لتطبيق التهديدات فورا، في إشارة إلى تهديد إيران باستهداف المنافذ البحرية في المنطقة عبر ميليشياتها. إعلان لا يبدو مفاجئا في كل الأحوال، فالنظام الإيراني يضع ثروة البلد النفطية بين أيدي من يرضى عنهم أو من يضمنون استمراره، وعلى رأسهم ميليشيات الحرس الثوري. حتى أن تلك الميليشيات التي تمسك بمفاصل الاقتصاد الإيراني تدير اليوم مئات الشركات في قطاع النفط، ومنع تصدير النفط الإيراني يعني حرمانها من عوائد ضخمة. من لعبة التهديد إلى لعبة الابتزاز الإيرانية المعهودة، يضع الرئيس الإيراني من فيينا أمام مضيفيه الأوروبيين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يضمنوا مصالح إيران أو يواجهوا انسحاب طهران من الاتفاق النووي الإيراني. ومجددا يطالب روحاني الأوروبيين بمحفزات اقتصادية جديدة تعوض أثر عودة العقوبات الأمريكية. وكمن يحاول الانتصار للكبرياء، يقلل الرجل من أهمية الانسحاب الفعلي لبعض الشركات الأوروبية الكبرى من السوق الإيرانية، وشدد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بحسبه خيارات أنسب لنقل التكنولوجيا بالنسبة لطهران مستعدة للتعاون. لكن تصريحات روحاني هذه لا تنفي واقعا تبدو فيه طهران مرتابة جدا من أثر عودة العقوبات الأمريكية. معنا من أبوظبي الخبير في الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات دكتور محمد الزغول. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. كما تابعت إيران تشهر ورقة الملاحة الدولية في حال تعرض صادراتها من النفط للحظر، هل هذا التهديد سيثني واشنطن على ما هي ذاهبة إليه برأيك؟ دكتور محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد الزغول. ربما سنحاول إعادة الاتصال به، ولكن بعد هذا التقرير، حيث يتزامن التصعيد الإيراني فيما أفادت مصادر أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خيار تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأمريكية. يبدو إصرار الولايات المتحدة كبيرا على تقليم أظافر النظام الإيراني، وتحديدا ذراعه الأبرز في صناعة الإرهاب العابر للقارات، ميليشيات الحرس الثوري. فالإدارة الأمريكية تبحث منذ أشهر إمكانية إدراج تلك الميليشيات في قائمة المنظمات الإرهابية للخارجية الأمريكية، وعلى رأس المؤيدين للتعجيل بتمرير هذا القرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أشد المعارضين لإيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. القرار يتيح لواشنطن إمكانية تجميد ممتلكات تلك الميليشيات في المصارف الأمريكية، كما ستمكنها الخطوة من وضع قيود على دخول الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية وفرض عقوبات جديدة ضد طهران. لكن هذه المساعي تصطدم بمخاوف لدى بعض أعضاء الإدارة الأمريكية من أن اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قد يعرض المؤسسات الأمريكية وموظفيها في الخارج للخطر، وهناك مخاوف أيضا بشأن سلامة جنود الولايات المتحدة في الخارج.
إلى حين الحسم في قرار إدراج ميليشيات الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، لا تتوقف تحركات واشنطن في كبح جماح تلك الميليشيات، المصدر الرئيس للاضطرابات في الشرق الأوسط بحسب الخارجية الأمريكية. ففي خطوة عملية في قطع قنوات إيرادات ميليشيات الحرس الثوري، سلطت الولايات المتحدة قبل فترة عصا العقوبات على متورطين في دعمها أفرادا وكيانات، كما تم الكشف ومعاقبة شبكات متورطة في شراء ونقل الأموال النقدية بالدولار الأمريكي إلى فيلق القدس لتمويل أنشطته الخبيثة. مستمرون معكم ولكن بعد فاصل قصير. جهود عراقية للتصدي للأنشطة المالية الإيرانية المشبوهة. أهلا بكم من جديد، ونعود إلى موضوع تلويح طهران بورقة النفط في وجه العالم. معنا في أبوظبي الخبير في الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات دكتور محمد زغول. دكتور محمد أهلا بك، أتمنى أن تكون تستمع إلي هذه المرة. نحن نتساءل عن هذه التهديدات الإيرانية وإشهارها لورقة تهديد الملاحة الدولية. ما قدرة إيران على تنفيذ هذه الوعود، خصوصا إذا ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الوعد، وعد بحظر تصدير النفط الإيراني؟ يعني هو ابتداء يجب أن ننظر إلى أن ملف حماية الطاقة عموما في المنطقة وفي العالم يعني هو ملف حساس، والممرات المائية التي تمر منها الطاقة إلى العالم يعني شريان حياة، وبالتالي القوى الدولية الكبرى لن تسمح لأي فاعل إقليمي سواء كانت إيران أو غيرها بتهديد الممرات المائية، وهذا تدركه طهران جيدا. أنا أعتقد أن هذه التصريحات لها يعني أبعاد وأسباب داخلية تتعلق بالشأن الإيراني الداخلي وبالأزمة التي تعيشها حكومة الرئيس روحاني، بعد أن يعني ذهب إلى الضياع ما يمكن أن نسميه المنجز الوحيد الذي قام به الرئيس روحاني عبر ولايتين رئاسيتين يعني شارفت الثانية على الانتصاف. وبالتالي نحن نتحدث عن أن الحكومة ستصبح بلا أي منجزات، وهنالك حديث في الأوساط الإيرانية في الداخل على أن الحرس الثوري هو الآن الأولى بقيادة البلاد في ظل هذه الأزمات، وهنالك أيضا ترجيحات بأن يعني يكون لدينا شكل من أشكال السلطة العسكرية في طهران، واعتقاد واسع الآن في أوساط النظام الإيراني بأن العسكر أقدر على إدارة البلاد في مثل هذه الظروف. وبالتالي نرى أن الرئيس روحاني هروبا من هذه الأزمة الداخلية، كان في البدايات يهرب باتجاه الجيش النظامي وقام بالاقتراب منه ومن أيضا مؤسسة بيت القائد خامنئي، لكن هذه الجهود أيضا لم تعطيه الأمان الكافي، فبدأ يقترب بشكل أو بآخر من اللغة التي يستخدمها أو يفضلها الحرس الثوري. هذه التهديدات واهية، ولكن لها أيضا دلالة إقليمية ودولية مهمة بنظري يجب الالتفات إليها، وهي أنه يعني بهذه التصريحات يكون قد انتهى عهد التفاهمات مع إدارة أوباما بالكامل، فقد كان هنالك تفاهم إيراني أمريكي قبل الشروع بمفاوضات الاتفاق النووي، يرجح المراقبون بأنه تم التوصل إليه في مسقط. كان هذا التفاهم يقضي بأن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن طرح مسألة إسقاط النظام الإيراني مقابل أن تتوقف طهران عن تهديد الممرات المائية والملاحة البحرية فيها. وبعد أن عاد يعني الرئيس ترامب إلى تهديد وجود النظام الإيراني وعرف العلاقات الأمريكية معه بأنها علاقة صراع، الآن إيران تعود إلى ذلك الخطاب السقيم العقيم الذي كان يسود في المنطقة قبل عام 2012. دكتور محمد، إذا ما سلمنا بأنه الحكومة ستكون هي حكومة الحرس الثوري الإيراني وبالتالي يذهب روحاني، لو سلمنا بأنه السيناريو تهديد الملاحة الدولية سيقع لا محالة، ما الذي ستواجهه إيران حينها؟ يعني سنكون أمامنا ما يسمى بسيناريو البطة السوداء، السيناريو الأكثر سوءا في المنطقة. لن تسكت القوى الدولية، وهذا بالمناسبة يعني ليس ملفا إقليميا حتى نتصور أنه في إطار هذا الصراع ستكون إيران في مواجهة الدول الإقليمية، لا، هذا ملف دولي، وبالتالي إيران ستكون في مواجهة العالم. ولا نتحدث هنا أن إيران ستكون أيضا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فالصين أكبر مستورد لنفط المنطقة، وهي
بحاجة لهذا النفط حتى تبقى بطارية الحياة فيها تعمل. هنالك أيضا يعني قوة دولية عديدة، الهند، أوروبا، كلها بحاجة إلى الطاقة التي تخرج من هذه المنطقة، ولن تسمح أي من هذه القوى الدولية. أنا أرى أن يعني هذا البحث في مثل هذه الملفات يخدم أجندة الحرس الثوري الذي يعتقد بأنه بهذه التهديدات يمكنه أن يخيف المنطقة والعالم. باختصار أنا أعتقد أنها تهديدات واهية لا قيمة لها، ليس لها وزن إلا من ناحية إيجاد يعني حملة إعلامية لا أكثر. عندما يقول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إنه مستعد لعرقلة صادرات النفط الإقليمي، إلى أي حد هذا يعطي ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية للإسراع في تصنيف الحرس الثوري على أنه جماعة إرهابية طالما أنه يهدد الملاحة الدولية؟ صحيح، وأيضا يفقد الحكومة الإيرانية أي أمل بالتوصل إلى توافق مع الأوروبيين حول حماية الاتفاق النووي، وهذا قد يكون أحد الأهداف التي يسعى الحرس الثوري إلى تحقيقها من خلال تأزيم الوضع الراهن. نحن نعرف بأن الحرس الثوري مستفيد كان من فترة العقوبات اقتصاديا، وأن المنظمات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري كانت تنفرد بالسوق الإيرانية، وأن المشاريع الكبرى في إيران لم يكن ينفذها إلا شركات الحرس الثوري. لكن في حال يعني رفعت العقوبات عن إيران عادة يكون هنالك منافسين من خارج إيران للحرس في هذه المشاريع، وبالتالي هو لا يفضل هذه المنافسة. أيضا هو يسيطر على تجارة العملة، وهو الوحيد تقريبا في إيران الذي يمتلك الدولار بكميات كبيرة، وبالتالي هو يستفيد أيضا من انخفاض العملة الإيرانية وارتفاع الدولار وهذه التقلبات في الأسواق. وبالطبع الخاسر هي الدولة الإيرانية، والخاسر هو الشارع الإيراني والشعب الإيراني وأيضا الحكومة الإيرانية وجهات أخرى مدنية عديدة. ابقى معنا دكتور زغول، سننتقل إلى ملف إيراني آخر، حيث مطاردة عراقية للأموال الإيرانية المشبوهة. سلطات المالية العراقية كثفت جهودها للتصدي للأنشطة المالية الإيرانية، أموال إيرانية مشبوهة تسعى إلى جعل العراق معبرا للأموال الإيرانية الموجهة لتمويل الميليشيات الإرهابية في عدة دول. الحملة انطلقت بعد أن تم الكشف عن أكبر شبكات تحويل الأموال بين إيران والعراق ولبنان، وهو ما دفع سلطات بغداد إلى الاستعانة بخبراء دوليين لإيجاد منظومة متكاملة للتصدي لهذه الأنشطة الإيرانية التي تزرع الفتنة وعدم الاستقرار في المنطقة. ضربة قوية تلقتها أنشطة طهران المالية في العراق بعد الكشف عن أحد أكبر شبكات تحويل الأموال بين كل من إيران والعراق ولبنان. الكشف جاء مع قرار الإدارة الأمريكية بإدراج مصرف البلاد الإسلامي المملوك لأحد السياسيين العراقيين على لائحة المصارف المحظورة لارتباطه بتمويل أنشطة جماعة مسلحة مرتبطة بإيران، خصوصا حزب الله اللبناني. كثير من خلينا نقول المؤسسات المالية غير خاضعة للرقابة أو التفتيش، وبالتالي سمحت لتحويل وتمويل الكثير من هذه الأموال للجماعات المتطرفة والإرهابية. لكن مؤخرا هناك قرارات عدة من البنك المركزي وبعد صدور متابعة الجماعات الإرهابية ماليا، هناك صدرت قرارات كثيرة بالتنسيق مع الجهات الدولية في هذا المجال. الجهود الرامية للسيطرة على المصارف المتهمة بإجراء تحويلات مالية ضخمة بين العراق ودول أخرى لتغذية أنشطة مسلحة يجري بتنسيق بين البنك المركزي العراقي ومجموعة خبراء دوليين ينتقلون بين العراق والولايات المتحدة والبنك الدولي، تنسيق شجع مجموعة العمل المالي الدولية على إخراج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمراقبة. لدينا تنسيقات مباشرة لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي بمقرها الرئيس، وكذلك في مقرها التابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أثمرت هذه الإجراءات والاجتماعات العديدة بالإشادة بالإجراءات التي اتخذها العراق، البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال، فيما يخص تحسين الإجراءات الوقائية التي تثبت للعالم أن العراق الآن بيئة آمنة. ويفيد مختصون اقتصاديون أن جهود الخبراء الدوليين مع الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي ستستمر لحين الوصول إلى تجفيف شامل لمنابع تمويل الجماعات المسلحة والأنشطة الإرهابية كافة. جهود عراقية دولية مشتركة لتجفيف منابع التمويل المالي للجماعات المسلحة إثر محاولات طهران استخدام النظام المالي للعراق كوسيلة لتفادي العقوبات المفروضة عليها،
حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد. عود مرة أخرى ليرحب بضيف الخبير في الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات دكتور محمد زغول. دكتور محمد، مرة أخرى نعود إليك في هذا الملف، يعني كيف نفهم عمل هذه الشبكة، شبكة الأموال الإيرانية في العراق؟ يعني من المعروف بأن إيران تلجأ إلى دعم وكلائها في المنطقة من خلال مجموعة من الطرق، نقصد هنا الدعم المالي تحديدا، يتم من خلال مجموعة من الطرق، أهم هذه الطرق هي شبكات الصرافة، ثم بعد ذلك تأتي الشبكات البنكية وهي تعمل بشكل أقل بكثير على توجيه هذا الدعم، وأيضا عمليات تهريب الأموال التي يقوم بها أفراد وجماعات مرتبطة بالحرس الثوري. هذه الطرق الثلاث هي التي يتم من خلالها تمويل الوكلاء الإقليميين لإيران والأذرع الإرهابية التي تمولها سواء في العراق أو في سوريا أو لبنان أو اليمن أو غيرها من مناطق الصراع في المنطقة. هنا أود التركيز على مسألة، أولا أن التحويلات عن طريق البنوك هي تحتل أقل يعني قيمة من ضمن هذه القيم الثلاث التي تحدثت عنها، يعني مجموع ما يتم تحويله عن طريق البنوك هو أقل بكثير مما يتم عبر شبكات الصرافة. الأخطر والذي يجب أن تتوجه إليه يعني الآن أنظار العالم والعقوبات الدولية هي شبكات الصرافة التي تقوم من خلالها إيران بتمويل يعني هذه المجموعات الإرهابية وهذه الشبكات، وأيضا عمليات تهريب الأموال، لأن هذه الدول معظمها ممتدة حدوديا وبالتالي تستطيع الحرس الثوري القيام بعمليات تهريب الأموال مباشرة. وأيضا هذا الجهد الدولي يجب أن يتوجه إلى الفساد أيضا في هذه الدول، لأن الفساد في هذه الدول هو أحد موارد الحرس الثوري من أجل تمويل عملياته الإرهابية فيها. فمن المعروف أن جزءا من النفط العراقي في عهد حكومات فاسدة سابقة كان يوجه إلى دعم هذه المجموعات الإرهابية في أكثر من مكان، وهذا من الملفات التي أثيرت يعني في العراق وأثارها بعض السياسيين والناشطين، وأيضا أشارت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من موقع، وهنالك أيضا شبكات فساد موجودة في عديد. وطبعا يعني نحن نعرف أن النفوذ الإيراني عادة يكون في دول هشة أو دول تعاني من اختلالات أساسية في بنية الدولة، وبالتالي من المتوقع أن تعمل منظومات الفساد في هذه الدول على خدمة الأجندة الإيرانية. أيضا هنالك مسألة الميليشيات، انتشار السلاح وما إلى ذلك، والتي تساهم في أن هذه التنظيمات يعني تزاحم الدولة كما يجري في اليمن مثلا، هذه التنظيمات تزاحم الدولة على الحصول على مواردها، وبالتالي تضع هذه الموارد في خدمة أجندة الحرس الثوري في المنطقة. هذه كلها باعتقادي تحتاج إلى استراتيجية شاملة للتعامل معها. في ظل هذه الرقابة الدولية التي ذكرتها، هناك رصد للمصارف للبنوك، يعني رقابة دولية خصوصا مع التشديدات الأمريكية حول تمويل جماعات المتطرفة بما فيها الجماعات الموالية لإيران، هل نتوقع أن تلجأ إيران إلى طرق أخرى للتحايل حول هذا الموضوع؟ يعني مفهوم، هو واضح أن هنالك جهد يعني ليس فقط دولي بل جهد إقليمي أيضا. نعم. يتماشى مع هذه الضغوط. شاهدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قائمة بتسعة أفراد وأشخاص أو شركات يعني يعتقد بأنها إيرانية، طبعا يعتقد بأنها تساهم في دعم العمليات الإرهابية في المنطقة. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قوائم متعددة سابقا قبل حوالي 3 أشهر والآن أيضا مرة أخرى. فإذا هنالك جهد إقليمي وهنالك جهد دولي يتكاتف مع بعضه البعض، ولذلك من المرجح أن تحاول إيران اللجوء إلى طرق أخرى. أنا أعتقد أن التضييق أو الخناق يضيق على إيران شيئا فشيئا، وأكبر يعني الأثار التي سنشهدها هو أساسا ضعف الموارد المالية التي ستعود إلى الحكومة الإيرانية نفسها في حال طبقت العقوبات الأمريكية. ونحن ننتظر في أغسطس القادم أن يعني تنتهي المهلة الأولى للعقوبات الأمريكية، ثم في نوفمبر أيضا ستنتهي المهلة الثانية، وبالتالي تطبق العقوبات الأمريكية الصارمة التي يعتقد بأنها أقوى عقوبات في التاريخ وجهتها الولايات المتحدة إلى دولة ما بالتطبيق. هذا يعني أن الموارد الإيرانية سوف تبدأ بالجفاف، موارد الدولة الإيرانية بشكل عام ومن ضمنها الحرس الثوري، وبالتالي قد تقاوم إيران على مدار يعني شهور أو سنة أو سنتين في أبعد تقدير للاقتصاديين، ولكنها سوف يعني تواجه انهيارات مالية واقتصادية ضخمة بعد ذلك إذا لم تجد مخارج أو حلول سياسية للأوضاع التي تعاني منها في الداخل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد زغول. شكرا لك. الخبير في الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، كنت معنا من أبوظبي. شكرا جزيلا لك.